بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم بأجمل وأطيب تحية، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. انطلق شوطنا 16 للقعدان الحقايق، ومن مسافة 3 كيلومترات متابعينا مشاهدين الأعزاء انطلقت الأسماء واندفعت الشعارات. أتقدم مباشرة مع المركز الأول البداية والصدارة المجد لعلي بن هادي بن علي المري، من يقدم لنا المجد مع المركز الأول، من يقود هذه الجموع مع المركز الأول المركز الثاني. ثاني الأسماء وثاني الشعارات، من يتقدم مع المركز الثاني والضاح لعبد الله بن جابر بن حمد بن جابر منخس، من يقدم لنا والضاح مع المركز الثاني المركز الثالث. ثالث الأسماء وثالث الشعارات، من يتقدم سياف لعبد الله بن مسفر بن علي بن سفران المري، من يقدم لنا سياف مع المركز الرابع والمركز الخامس، من غير بدوره من الرابع إلى الثالث إلى الثاني إلى المركز الأول شاهين عامر بن سعيد بن سعد الرفادة، من يقدم لنا شاهين مع المركز الأول. هكذا كانت النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة، ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية. شاهين مع المركز الأول لعامر بن سعيد الرفاد المري، من يقدم لنا شاهين مع المركز الأول. المركز الثاني سياف عبد الله بن مسفر بن علي بن سفران، من يقدم لنا سياف مع المركز الثاني والمركز الثالث. من الجانب الآخر مشهور صالح بن فرج بن حسين المري، من يقدم لنا مشهور مع المركز الثالث والمركز الرابع. يتقدم الضاع عبد الله بن جابر بن حمد بن جابر، والمركز الخامس يتقدم في خامس الأسماء المجد علي بن هادي بن علي المري، ولكن أعود مع شعار الرفادة، من يتقدم مع المركز الأول. من يقدم لنا شاهين مع المركز الأول ومع البداية عامر بن سعيد بن سعد الرفادة، من يقدم لنا شاهين مع المركز الأول، ولكن القادم وصل في ثاني الأسماء وثاني الشعارات. المركز الثاني مشهور صالح بن فرج بن حسين المري، من يقدم لنا مشهور مع المركز الثاني، من غير بدوري إلى المركز الأول وإلى البداية. وأيضا من الجانب الآخر يتقدم الكاس محمد بن طحنون بن جابر المري، ولكن القادم وصل عماش طالب بن محمد بن هادي الغفران، من يقدم لنا عماش غير مع المركز الثاني. وأيضا الرفادة قادم مع شاهين، وايضا وصل الكاس مع المركز الرابع والمركز الخامس. يتقدم هزيم مع المركز الخامس، ولكن اعود مع التحدي، اعود مع الاثاره. الله 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 الله، عماش لا زال مسيطر، مع المركز الاول، غير مع البدايه، استلم زمام الامور طالب بن محمد بن هادي الغفران، ولكن الكاس غير مع المركز الاول. الكاس وعماش ولا الكاس، ولكن الكاس محمد بن طحنون بن جابر المري. الله 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 الله، على هذا الإبداع، على هذا التميز في هذا المساء. ولكن عماش يريد استعادة حقوقه المنهوبة، ولكن الكاس فال الكاس. الله 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 الله، مع البداية ومع التحدي محمد بن طحنون بن جابر المري، من يقدم لنا الكاس؟ العرب واصلين، يا المري، ولكن الكاس لا زال مسيطر مع البداية وفي اللحظات الأخيرة. سلام الكاس، سلام، أسعد الله مساك يا راعي الكاس على هذا الفوز، على هذا التميز في هذا المساء. سلام الكاس، سلام، أسعد الله مساك يا راعي الكاس محمد بن طحنون بن جابر المري على هذا الفوز والانتصار للمركز الثاني. وصل عماش طالب بن محمد بن هادي الغفران، من قدم لنا عماش مع المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث هزيم خالد بن راشد بن عبد الله المري، والمركز الرابع السياسي لراشد بن محمد بن عبد الله المري، والمركز الخامس شاهين هادي بن سالم بن هادي
المريتانينا والناموس لمالك الكاس محمد بن طحنون بن جابر المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. تهانينا والناموس له على هذا الفوز، وهذه هي لحظة وصول الكاس إلى خط النهاية معلنا الفوز والانتصار. توقيت زمني 4:31، 39 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لك يا راعي الكاس، وناموس يا راعي الكاس. ناموس المركز الثاني، وصل عماش طالب بن محمد بن هادي الغفران. توقيت زمني 4:33، 37 جزء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثالث، وصل هزيم خالد بن راشد بن عبد الله المري. توقيت زمني 4:34، 23 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفريق.